اسمي إلهام من بدلة بدلة، عمري 9 سنين. ما كنا ندفع، بس هلأ أحسن الأمر. يعطون شكات على عددنا ونجيب أغراض للبيت. مثل شو؟ معينات أكل. هلأ أعطونا الشك المصايف، كنا عم نصرفهم على الحرف وعم نصرفهم على نعمل شوربة، نعمل رز، نعمل هاللي يخطر على بالنا واللي متوفر عندنا بالبيت. قبل لا ما كان فينا، لأنه ما كان عندنا مصاري، ما كان عندنا حق حطب، ما كان عندنا حق مازوت، ما كان عندنا غسايل إنه نشتري فيها مادة الغذاء. وهلا الحمد لله ماشي الحال. كثر خيركم، لو مو انتو ذبحنا.